دي معالجات لاحقة مش كده؟ نعم. نحن نتكلم عن معالجات لاحقة. يعني شو بتوقع أو الوضع يعني الآن المياه دي فيها بهائم ميتة، يعني الحديث عن أنه ما هو متوقع من أضرار صحية كبير جدا وبيئية، شنو عملتوا للمسألة دي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا للأستاذ الطاهر على استضافة البرنامج، وتحية للسيد الوالي وأركان حربه السادة المعتمدين. أنا حقيقة يعني اعتذر نيابة عن السيد مدير عام وزارة الصحة، يعتذر لأنه هو الآن في محلية شرق النيل، لعله بيدير بعض الأشياء الإدارية والفنية. طيب أسف الزمن، الزمن ضيق جدا إن شاء الله. طيب نحن حقيقة لحد الآن بنتحدث عن كل الوضع الحالي بالنسبة لنا، هو الوضع الصحي الآن مستقر تماما، مستقر مستقر تماما بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه زي ما قال السيد الوالي يمكن الوضع الصحي بينسحب على الوضع الحاصل ليه إذا ما حصل ما تم تدخلات وقائية. لكن وزارة الصحة من ما بدأت الأزمة وفي جهدها في تصريف الأزمة عشان ما نمشي في اتجاهات تعديلين لفاشيات مرضية، اشتغلنا على مستوى ثلاثة محاور أساسية. والمحور الأول اللي كان ممكن نبدأ به اللي هو كان الإخلال لأي حالة احنا بنحس إنها هي تترتب عليها خطورة في نفس الموقع، لأنه مع الوضع بتاع حركة المياه، هو الوضع اللي نتحدث عنه في المحليات الأربعة المتأثرة أساسا، نحن ما كنا نتحدث عن أمطار كأثر عليها واضح بغير ما كان هو سيول. والسيل بالنسبة لنا في الصحة دوما حركة المياه ما زاد أثر سلبي، دوما نحن بنخشى من أنه المياه تكون متراكمة ثابتة في محلها بعد ذلك بتكون بؤر ليه وده حاصل الآن مصادر. وده حاصل الآن بعد انحسار السيول. الآن بدأت تصحر لنا الجزء بتاع المياه، وبدأت تصحر لنا المراحيض المنهارة، ودي فعلا هي ممكن تأثر لنا بالبؤر. لكن المحور الأول بدنا فيه الإخلاء، نحن كنا مسخرين 40 إزعاف، هو ده الأسطول بتاع الإزعاف المركز لبيت الخرطوم، خصصنا 5 إزعاف ذات ضفع رباعي لمحلية شرق النيل لوحدها. طب تين في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا ده بالضبط بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم اللي هو حصل الحادثة يوم الجمعة، نحن السيد الوالي استدعانا يوم الجمعة بالليل، يوم السبت العربات إزعاف بتاعتنا. نحن وصلنا حقيقة حد بعد الكرياب، ونحن الإزعاف بتاعنا تحاصر داخل يعني بحركة السيل، نحن دخلنا قبل السيل ما يستمر يصل منطقة الكرياب، واضطر الإزعاف بتاعنا ينسحب. شرق النيل 4 إزعافات. شرق النيل 5 إزعاف دفع رباعي. وفرتوا الأربع إسعافات. طيب نحن الضرر الكبير يعني. نعم هو نحن عندنا 40 إسعاف يعمل ما توقف. يعني عفوا يعني أنا داري أدخل على طريقة المحامين. أنت ما تخلينا. لا أنا داري أدخل على طريقة المحامين في كلام زي ده، لأنه هذه الأسئلة أسئلة يعني تجريبية. الزول ده قال أنا بسأل عن عدد الإسعافات. قال وفر 4 إسعافات. أنت كيف عرفت إنه 4 إسعافات كيف؟ إفادته. لكن ليه تسألوا بالطريقة هذه يعني؟ خليك من كلام. لكن قبل السيد الوالي ما ذكر لك هذه، ذكر لك القوات المسلحة، القوات المسلحة وزارة الصحة ومدير الطب الوقائي. إذا معلوماته دقيقة أنا أقبل تصحيحها. ذكر الأخ عمار أقبل من السيد الوالي إنه صحح هذه المعلومات، زي ما صحح معلوماتي ما تقول باش. لا أنا تعليقي وملاحظتي على الطريقة بتاعت السؤال. وليس على إجابته، هو خليك من إجابته. أربط الكلام اللي قاله السيد الوالي. أنا سألت سؤال قاله عمار. ضيعت العربات وغشت زمان. ضيعت يا سيد الوالي. عدد العربات اللي مشت لمنطقة شرق النيل من الإزعافات بعد ما استدعاكم السيد الوالي 4 عربات. لا أنا قلت 5 عربات، دي دفع رباعي، دي لأنه بتتحمل الطبيعة بتاعت الحركة بتاعت السيل ومياه دي اللي بقدر أستعملها. أنا قلت سخرتها 40 إزعاف. 40 إزعاف دي من كل الولاية. نعم. لكل الولايات. انا ما اتحدث، انا الان عندي في الفتح عندي دمج حصل في محليه مبدا حاصل، هذا بالاضافه للاسعافات العامله. نعم. اصلا نعم الكلام يعني ده جهد اضافي. نعم. مقابل الازمه موضوع اصلا طارئ للطوارئ. موضوع كان في شرق النيل من الاصل ذاته. غير الخمسه جبتوها. نعم هو نحن طبعا عندنا اصلا نظام الاسعاف هو معروف انه منتشر على مستوى الولايه بمراكز محدده في اي محل، في خلال اقل من 10 دقائق بالبلاغ بثلاث ثلاثات الإزعاف أقل من 10 دقائق بيصل للمشتكي. نحن في الوضع الطبيعي. زمان كان بيصل بجنون. نعم. نحن الآن بنتكلم عن وضع استثنائي. نحن يا دكتور أمجد بنتكلم عن وضع استثنائي، ناس ما قادرين يطلعوا من ما هو بتاع تلفون. أنت زمان هسه قبل 6 سنوات لما حصلت
الكارثة حصل فيهم دوم فيهم دوم بان الناس وصلوا بجنو وصلوا بجنو وصلوا بالطيارة هنا لا ما بحر أبيض الناس ما كانوا بيقدروا يوصلوا كانوا بيمشوا بالطيارة حسا وقال لك من 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 والله لو صبرتوا عليه هو بيقول من من طبعا المصارف بنجيك فيها لكن خلوه لا ما المصارف نتكلم عن المصارف نتكلم عن المصارف ونتكلم عن الطرق يعني حسا كل الطرق اللي تتكسر الطوارئ دي عشان تصرف المياه يا خليك من الطريقه دي نحن كثير ما تمشي الكلام يا اخ انا دار 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 الزول ده جهده اعترضت عليه اصبروا علي او خليه يوصل فكرته بعد كده مولي كده انت خليه يوصل فكرته ما انت صبرت عليه لا هم صبر عليه لا ما عليك انت ما تخليه يوصل فكرته نعم دكتور يلا وصل فكرتك انا سامعك ما حقاطعك نعم نحن بس العدد على عدد الاسعاف هو كفايته بيصحح لنا بالنتائج نحن دور الاسعاف كان شنو صراحة الإزعاف الوضع الطبيعي هو متكامل تماماً إنه يتعامل مع الحالة علاج وتحويل. طيب انتهينا من الإزعاف نمشي بعده. نعم. طيب. عملت شو؟ المحور اللي بعده اللي إحنا دخلنا بعد ذاك بشغل بتاع عيادات. عندنا العيادات حصل طبعاً برضو المحلات في. عندكم كم عيادة؟ عندنا الآن 3 عيادات دي متحركة ولجأنا لمراكزنا القديمة بعد انحسار المياه اللي هي كان في شفخانات على العيادات المتحركة في التكناب وفي منطقة المريبيعة. وصالح إضافة للمستشفى اللي عرفهم بيستقبل حالات والمستشفيات في الحضر دي كلها لجنة لها والآن بكرة عندنا الإضافة للإزعافات الموجودة هتدخل عندنا 3 إزعافات بموبايل كلينيك يعني بعيادة كاملة والإزعافات الدخلت 5 ما كانت بتسحب على حالته بس كان بيتعالج حالات في الموقع لأنه مديناها دعم إضافي للمواد اللي بتاعت الإزعاف الموجودة أديناها أمصال بتاعت عقارب وثعابين وعلاجات ممكن يعني تعمل في شكاوى عن ثعابين وعقارب الآن بصورة كبيرة عندكم عندنا أمصال متوفرة تماما لا في شكوى في عقارب في موجود يمكن العقارب ظهرت في منطقة شرق النيل ظهرت في منطقة أم درمان في مبدة دي اللي ظهرت الحالات اللي طيب توقعاتكم شنو عشان الزمن معليش طيب. حاسك توقعاتكم في أوبة نعم نحن التوقع طبعا في أي حالة زي دي أو في أي أزمة زي دي متوقع لازم تكون في حمى إن عظمت أو قلت متوقعين في الفترة دي لأنه هي دي منطقة بتاعت مياه ونحن حاجة بنعمل مع الإسهالات بتنتج عن المراحيض المنهارة ما في حاجة ما بدأت تظهر الآن حد الآن بفضل الله سبحانه وتعالى يمكن ما سجلنا أي فاشية مرضية تسجيل كل التقارير بتاعتنا لحالة الإسهالات صفرية ما عدا عندنا 3 حالات في محلية في منطقة ما هي كان تسمم يعني وما كان عنده علاقة بالسيول دي كل الحاجة اللي حصلت لكن الآن ما عندنا تماما طيب أي عندكم حالة. الوفيات كم الأغادة على الوفيات عندنا الوفيات اللي سجلت عندنا حالات بتاع الصقع الكهربائية دي العلاقة بالكهرباء ودي ممكن ما كانت في المناطق بتاعة السيول اللي هي كانت في محليات بحري منها حالات وفي محليات كرري منها حالات في حالة بتاعة انهيار مباني كم عندك عدات؟ أي نعم عندنا حد الآن وصلت مجمل الوفيات في الفترة دي في فترة السيول الأمطار 16 حالة بتاعة وفاة دي ممكن لكن عندنا فيها صعقات كهربائية تقريبا كمية منها وبعد ذاك اغلب الحالات 2 من الحاله بتاعت انهيار كلي على المبنى طيب قد نرجع عليك برضو لكن